قالوا مزوجة ثلاثة صدق؟ صحيح. شو؟ بقى صارت سنتين سنة ضوية له سمج رسمة هاي وتشاريه لا تشاريه من غياب والله الدراسة متعبة كلش إن شاء الله نوع الرابعة نوع الرابعة شو وقت بعد الزواج؟ إن شاء الله ما سنتين سنة ضوية له شنو عملك يعني؟ أنا سائق مخدة أي والله ليش يعني ما عمل بالله أدرس طالب بيا مرحلة أنا خامس يعفي عليك إيه ما هذا حق وياك أنت طالب إن شاء الله تجتهد وخامس وسادس وإلى آخره صديق شلونك حياك الله عزيز ميت يا بعد طبعا شاوروني قبل لا نكون بالكاميرا قالوا مزوجة ثلاثة صدق صحيح شلون بقى صارت يعني صارت شنو أنا عمر 14 عرست وما صار بينا التفاهم طلقت بس خدت الثانيه من طلقته وبس خدت الثالثه وان شاء الله ما تطلق الثالثه لا لا ان شاء الله نوع الرابعه نوع الرابعه ابو ما يقول لك له بعد ها ابو ما له بعد ما انا حاليا ابو حسين بس بعد بالطريق بالطريق ان شاء الله يجيك حسين عملك شنو حلاق كوافيا بي شوف مبين حلاق وين محل حلاقتك انا بالزبير حي الهندس عمرك 14 وزوجك 14 سنه يعني انا ب 2017 اهلك زوجوك اهلي زوجوني الوحيد عندهم كانت بقناع له لا والله كنت ما مقتنع بس شوي الاهل والله الاهل تزوجت وصارت مشاكل يعني مشاكل عائليه وانفصلنا بس الحمد لله والشكر الثاني هم قلت لي مشاكل عائليه اي اما الثاني ما تراهمنا انا الحمد لله والشكر الثالثه ان شاء الله ثابته لا الحمد لله نعم بعد واحد زين منو علمك الحلاقه في وقتها تتذكر منو علمك اول ما تتعلم ولد عمتي اي طب يمنه بعدين بطلت ورا شوي سنتين ثلاثه تقريبا اكو صديقه حطها ببالي وطبيت ثانيه وطبيت دوره واشتغلت زين اول شخص ايه بالك والنوبه بعدين خرجت الدوره رحت من عمتي لعمنا بالبدايه علمني اول شخص حلقت له شعره وخربته ولو مو كلش متاكد صغار. اي شوف اي حتى ضيق يا بعد روحي عزيز هسه بعد صرت حلاق الحمد لله الحمد لله زين انت ذاك تحلق شعرك وين تروح هو يمه من عمتي قلت علي اي ما تدفع لي فلوس لا لا ما تدفع لي فلوس ولد عمتي بعد يا بعد زين يوم الاستراحه بالنسبه لك يعني مثلا يا يوم خلي احنا نعرف عطله الحلاقين ثنيا لا زالت معتي لا انا ما يوم الجمعه بس خلي جمعه شو تسوي بالجمعه اقعد اقضي استراحه سمج رسمه هاي وتشاريه لا تشاريه ملغيه والله ملغيه ما تشتغل عندي عمود الوزن لا لا مو اكل هذا والله وراثي وراثي صحه وعافيه الله يعافيك وعلي قلت لي يعني علي بالنسبه لاجواء الدراسه شلون تشوفها يعني حاليا والله الدراسه متعبه كلش خامس علمي يعني متعبه من يا جانب هو اكيد اللي يتعب يلعب يقول لك هذا مثل موجود اللي يتعب يلعب اللي يجتهد يحصل نتيجه بالاخير اكيد يعني احتياج يحتاج لها تعب الدراسه اكيد خامس مرحله مصيريه للسادس ان شاء الله من يساعدك بالبيت بالدراسه مثلا ما انا لوحدي انت الحال اي يعني نقول بين قوسين شاطر له ها لا زين زوين زوين ايش قد ياخذ عندك وقت النقال احكي نقال ما هيك الظهر والله ما احب يعني مسيطر ما يعني يشغلك عن الدراسه لا 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 دائما الحلاق يسولف ايه مثل ايش يعني يسولف عند ما يجي زبون يسولف وياه يسولف هو اي رسمي والله عمود ياخذ راحته ويا الزبون ايه الزبون ما يسولف مع اي زبون ولا المعميل يسولف وياه اي زبون اي زبون عمود تقسم مع عميل شلون تفتح طريقه الكلام يعني اي موضوع تفتح اول شيء لازم تسعد على الكرسي الله بخير الله بخير والعافيه وللاهل اي اسمه اي هاي رسمي والله من شيء من تيم من عده اي وياي بعد ان شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه ورزقك مو تاخذ الرابعه هاي قدام الكاميرا عندي نام على الرابعه النوم يقول ناوي علي عم ما له علاقه يا بعد حبيب الله يسلمك